السلام عليكم. اضطرابات محلية بجبال وبشرق والسماء قليل السحب بباقي الجهات. الطقس حار نسبيا بالسهولة الداخلية وبأقصى الجنوب. غيوم غير مستقرة ستعطي بعد زوال اليوم تساقطات خفيفة وزخات متفرقة بالأطلسين المتوسط والكبير بالسفوح الجنوبية الشرقية ثم بجنوب منطقة الشرق والسماء غائمة أحيانا بباقي الجهات مع هبوب رياح قوية نسبيا على السهول الشمالية والوسطى وأقاليم جنوب ما سيؤدي إلى تطاير محلي للرمال. أمطار خفيفة ومتفرقة وعواصف محلية منتظرة خلال الليل بجنوب الأطلس الكبير وبالسفوح الجنوبية الشرقية بينما ستظهر سحب منخفضة مع تكون ضباب محلي بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وبغرب الواجهة المتوسطية ثم السماء غائمة أحيانا بباقي جهاز الرياح تهب قوية أحيانا على طنجة والسواحل الوسطى وكذا الجنوبية. غدا صباحا سيستمر تكون غيوم غير مستقرة بعض الشيء قد تعطي تساقطات خفيفة ومتفرقة وعواصف محلية بمرتفعات الأطلس المتوسط وسماء غائمة مع تساقطات خفيفة محتملة بالشرق كذلك بمنطقة السيس ثم بالأطلس الكبير وسحب منخفضة مرتقبة بالسهول الشمالية والوسطى وبغرب الواجهة المتوسطية مع تكون ضباب محلي الرياح تهب قوية أحيانا على طنجة والسواحل الوسطى وكذا الجنوبية. درجات الحرارة العليا سوف تعادل 16 درجة بمدينة تطوان، 19 درجة بوجدة، 29 درجة بسمارة، ثم 31 درجة بمراكش وكذلك بالقويرة. أما المقاييس الدنيا فسوف تعادل 8 درجات بإفران، 17 درجة بالرشيدية، 16 درجة بأكادير، 18 بالعيون، ثم 20 درجة بورزازات. زخات أحيانا عاصفية مرتقبة يوم الأحد بالأطلسين المتوسط والكبير كذلك بالريف بمنطقة الشرق بالواجهة المتوسطية أيضا بالسايس وبالسايس بالسهولة الداخلية وربما كذلك بالسفوح الجنوبية الشرقية والسماء غائمة أحيانا بالسهولة الشمالية والوسطى مع تساقط قطرات. جو قليل السحب بباقي الجهات وحرارة النهار ستنخفض إجمالا. تساقطات محلية وأحيانا عاصفية قد تهم أيضا في بداية الأسبوع مناطق الشمال وكذلك المرتفعات وقطرات متفرقة بالوسط وبالشرق ثم سحب منخفضة وضباب محلي بالسواحل الأطلسية الشمالية وكذلك الوسطى. نتعرف الآن على حركة البحر ببعض مناطق الواجهتين البحريتين. بحر قليل الهيجان غدا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز كذلك بالسواحل الأطلسية. إليكم الآن مواقيت شروق غروب الشمس ثم طلوع أفول القمر بمدينة الدار البيضاء. مديرية الأرصاد تتوقع في نشرة خاصة تساقط زخات عاصفية وغزيرة بين الواحدة من بعد زوال يوم غد السبت وإلى غاية منتصف ليلة السبت إلى الأحد وذلك بمناطق الظلال بني ملال ميدلت الحوز إفران بولمان وخنيفرة الترابات قد تكون مصحوبة بتساقط برد وهبوب عواصف ريحية. بمكوثنا في المنازل نحفظ أنفسنا وعائلتنا ونساعد بلادنا ونمنح الطبيعة أيضا فرصة نادرة للتنفس. دمتم في أمان الله.